عند أسوار الخضراء مطالب الأغلبية بتشكيل حكومة الخدمة الوطنية. توصيات تمخضت عن اجتماع القصر الحكومي لقادة الكتل السياسية للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. أيام عدة وما زال معتصمو الحفاظ على الدولة وشرعيتها ثابتين على مطالبهم بتشكيل حكومة الخدمات، مستمرين بنصب خيامهم أمام بوابة الخضراء، وقد رحبوا بما جاء من توصيات في اجتماع يوم أمس لما يتوافق مع مطالبهم اللي تدعو إلى التهدئة، حفظ الدستور، الاحتكام للقانون دون التعرض لممتلكات الدولة. فهم مطالبين بترتيب الأولويات اللي تنفع مصالح الشعب، وأولها تشكيل الحكومة وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي. في الملف الآخر راح نتابع يتكلم الكثير عن حدث مهم وارتباطه مع مطالب المعتصمين اللي رحبوا بمخرجاته، وهو اجتماع قادة الكتل والرئاسات الثلاثة يوم أمس بعدما لاحظوا زيادة الشرخ داخل البيت السياسي وما آلت على نفسها بعض القوى المتمثلة بالإطار الشيعي أن تتصدى لمسؤوليات جمع الفرقاء وحضورهم الاجتماع كان بهدف التقارب ووضوح الرؤى لدى جميع الأطراف. بالتالي أنتج هذا الاجتماع عدة توصيات تحرص على سير العملية السياسية وفق نظام دستوري والحفاظ على الدولة وممتلكاتها وخلاص المواطنين من شد وجذب الخلافات السياسية. إذن مشاهدي الأحبة في ملفاتنا لهذه الليلة في حصاد الأيام راح نناقش كل هذه الموضوعات تباعا مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. لليوم السابع على التوالي تستمر الجماهير بالاحتشاد عند أسوار المنطقة المحصنة رافضة لسياسات الانقلاب الناعم وفرض الأمر الواقع، مطالبة بسرعة إنجاز الاستحقاقات الدستورية بما يفضي أخيرا لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية اللي يشوفون أنها تلامس جراحاتهم وتنتشل البلاد من واقع الخدمي الذي يشهد تردي منذ ثمانينات القرن الماضي. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة بعد مشاهدة استطلاع الرأي الذي أعده أن الزميل علي حبيب. اليوم هذه الوقفة المشرفة التاريخية التي تعبر عن إرادة الشعب تكون من خلال الشرعية، الوقوف مع الشرعية، الوقوف مع مؤسسات الدولة، بخلاف ذلك معناها الفوضوية، معناها الذهاب إلى المجهول. احنا عشنا هاي الفترة من 2003 اليوم حكومة متعاقبة على حكومة بدون خدمات، بدون كثرة البطالة، انعدام الكهرباء، هذه الأمور كلها جت يعني نقدر نقول أزمة سببت للمجتمع والشعب العراقي. فإحنا اليوم بحاجة إلى حكومة وطنية تخدم المجتمع وتخدم المواطن العراقي. الشعب العراقي إنسان راقي مثقف واعي. الشعب العراقي هو مصدر السلطات. خدمات الشعب واجب وفرض على كل رؤساء الحكومات اللي مرت. حكومة سلم الحكومة، حكومة والي حكومة، والفساد موجود. احنا مطالبنا احنا موجودين ونبقى موجودين لحل هاي الأزمة. هاي الأزمة نهائيا مصابها غير صالح للفقير وللمواطن. يعني حال مؤسسة الدولة كلها واقفة، الموازنة معطلة، يعني شنو ذنب المواطن الفقير؟ يعني اللي قوته يومي شياكل، هذا قوته يومي شياكل يا اخي. الحال
يعني نهائيا متوقف، موازنه ماكو. زين اكو بعض الاقوال انه الرواتب ماكو. زين هاي ايش حال دوار الدوله والموظفين اللي مؤجر واللي كذا، شلون هاي؟ مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبة بهذا الملف، وارحب بضيفي الكريمين الاستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، حياك الله استاذ نسيم ضيفا كريما، وكذلك ارحب بالاستاذ ابراهيم السراج المحلل السياسي، حياك الله استاذ ابراهيم. ابدا مع حضرتك استاذ ابراهيم، نتحدث اليوم عن تظاهرات الاطار التنسيقي، اليوم اتمت الاسبوع، لا زال المتظاهرون والمعتصمون على موقفهم ثابتين يحافظ على شرعيه الدوله. بالتالي قبل ان تجيبنا ايضا لا يفوتنا ان ارحب بالدكتور احمد الصوفي عضو ائتلاف دوله القانون، ينضم معي عبر سكايب. فتتفضل استاذ ابراهيم للاجابه عن ما يعني تراه من هذه التظاهرات والاعتصامات، كيف ستوظف لحل الازمه السياسيه وسط اجراء الحوارات في الغرف السياسيه. ضيوفك الكرام، واقعا ان التظاهرات التي يقوم بها المعتصمون في شارع المنطقه التجاريه قرب الخضراء، انا اعتقد هي رساله واضحه وصريحه، وهذه الرساله عنوانها الاسمى هو الحفاظ على الشرعيه والحفاظ على الدستور والحفاظ على العمليه السياسيه من عبث العابثين والحفاظ على المؤسسات الدستوريه والمكتسبات التي تحققت بعد 2003. المعتصمون وبصريح العباره يقولون نعم نعم للدستور، نعم نعم للاحتكام للدستور، نعم لحمايه الدوله وحمايه المؤسسات الدستوريه من عبث العابثين. لا نريد ان نهدد هذا النظام السياسي بمشاكل ممكن ان تحل، في خلافات ممكن ان تحل عبر الحوار وعبر الاليات الدستوريه وعبر القنوات القانونيه. لذلك المعتصمون يوجهون هذه الرساله، وبالتالي عندما رفعوا اصواتهم يعني هناك قلق كبير، على خلفيه قلق كبير في المجتمع العراقي، ان السلم الاهلي مهدد، ان مؤسسات الدوله مهدده، وكما تعرف مجلس النواب متوقف عن العمل، حياته البرلمانيه توقفت، وهذا يعني انه تهديد لاكبر سلطه تشريعيه في البلد. فبالتالي حتى لا يذهب هذا يجري هذا الايقاف، ايقاف المؤسسه الدستوريه على مؤسسات اخرى، جاءت هذه التظاهرات. التظاهرات تريد اولا الحفاظ على الدستور والحفاظ على الشرعيه والحفاظ على القوانين. الخلافات السياسيه ممكن تحل عبر الحوار، وتعرف حضرتك استاذ احمد الحوار هو لغه العقلاء. اليوم المبادرات موجوده، والاطار التنسيقي يمكن اطلق اكثر من 12 مبادره، وهناك مبادره لنجرفان برزاني، وهناك مبادرات اخرى، وجلسه يوم امس كانت اطلقت مبادره للحوار الوطني، وكما تعرف بحضور ممثلة الأمين العام المتحدة، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور كل الكتل السياسية موجودة. وبالتالي أنا أعتقد أنه اللي يريد مصلحة البلاد والعباد عليها أن يجلس إلى هذه الطاولة المفاوضات، طاولة الحوار، بدون شروط، بدون إملاءات، بدون أقصاء، بدون تهميش، لأنه البلد على يعني الآن الأزمات كثيرة جدا، سياسية اقتصادية، أيضا أزمة أخرى هي الحكومة نفسها أزمة. فلذلك أنا أعتقد المتظاهرين والمعتصمين وهم يمثلون نخبة كبيرة من الشعب العراقي، قد لا يكون بعض العراقيين قد لم يعتصموا، ولكن أنا أشاهد يعني نفسهم أو آراءهم هم مع هذه التظاهرة، طالما تحافظ على السلمية وطالما تحافظ على النظام العام وتحافظ على هيبة الدولة ومؤسسات الدولة. طيب أستاذ نسيم، وجدت ترحب بحضرتك، يعني اجتماع يوم أمس جاء متساوقا مع ما طالب به المعتصمون على أبواب المنطقة الخضراء، بالتالي المحافظة على مؤسسات الدولة، الحفاظ على مكتسبات العملية الديمقراطية، المضي في تشكيل الحكومة. هل هذه رسالة اطمئنان للمعتصمين بأن اعتصامهم قد أثر في الأروقة السياسية وكانت مطالبهم لها انعكاسات أيضا على هذه الغرف السياسية، ولربما ستنعكس على الواقع السياسي قريبا؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد كان مبادرة السيد الكاظمي
هو المظاهرات شيء حقيقة، وحتى بالأمس كان جلسة الحوار اللي تمت فيما بين قادة الكتل، نتكلم عن مخرجاته حقيقة. يعني هي أرادت أن تحل قضية ما، بالنتيجة يعني بصراحة مخرجات هذا الاجتماع كانت مخرجات عامة، لكن إذا نجي خلاصة الاجتماع هذا، خلاصة الاجتماع حقيقة أظهرت على أن قوى الإطار وكل القوى العراقية هي جالسة للحوار، هي لديها الرغبة في الحوار مع الطرف الآخر، لكن حقيقة قد يعني رسالتها هي أحرجت الأخوة في التيار الصدري على أن كل الأطراف لديها الرغبة في الحوار، أعطت رسالة على أن التيار الصدري لحد الآن ما عنده رغبة للحوار مع الأطراف الأخرى. هسه أنت اليوم عندك وجهة نظر، عندك رؤية على الدستور، عندك مطالب على بعض الكتل السياسية، لكن أنت عليك أن تجلس للحوار. رفضك للحوار مع كل مكونات الشعب العراقي أعتقد هذا الموضوع ما يصب في صالح مطالب الأخوة في التيار الصدري. إحنا شاهدنا مطالب التيار الصدري، في البداية كان تعديل للدستور، بعدين حل البرلمان، بالنتيجة ما في رؤية لحد الآن حقيقة. يعني إحنا لحد الآن إحنا كمتابعين ما نعرف هو ما هو المطلوب اليوم. التيار الصدري بحجمه الانتخابي ما أعتقد اليوم عنده القدرة، حتى الإطار ما عنده القدرة على أن يفرض رأيه السياسي على جميع المكونات. مسألة الإجماع إحنا من بعد 2003 ولحد الآن سارت العملية السياسية بنظرية التوافق، وأعتقد اليوم لحد الآن ما قادرة لا الكرد قادرين يمررون رؤيتهم، ولا السنة ولا الشيعة قادرين يمررون. بالنتيجة القضايا التوافقية هي التي سوف تسود. الخروج بهذه الطريقة ما أعتقد راح يصب في صالح حتى مطالبهم. اليوم كل الأطراف لديها الرغبة في الحوار، حتى المظاهرات اللي تفضلت فيها حضرتك هي تصب في اتجاه الحوار مع الأخوة في التيار الصدري، لكن اليوم عدم الجلوس على طاولة الحوار مع كل مكونات الشعب العراقي ما أعتقد تصب في صالح الأخوة في التيار الصدري. ما نتمنى هو أن تتبلور رؤية. إحنا بالأمس كانت هنالك تسريبات على أن هنالك بعض المطالب اللي هي يعني حسب ما قيل لنا على أن هنالك اتصال فيما بين سماحة السيد مقتدى الصدر مع السيد رئيس الإقليم. المطلب الأول هو إجراء تعديل على الدستور، أن تكون حكومة مؤقتة محددة بفترة زمنية قد تكون سنة، وأن يكون على رأس هذه الحكومة شخصية معينة ما أعرف هو تم طرح السيد أسعد العيداني. بالنتيجة يمكن لو هذه الأمور مطروحة يمكن أقول لك يمكن بها مجال الإطار يتفق مع الأخوة في التيار الصدري، لكن لحد الآن حقيقة لن تتبلور رؤية كاملة للأخوة في التيار الصدري. اليوم إحنا اللي نشاهده من خلال المطالبات، من خلال المتظاهرين، من خلال التغريدات القريبة من سماحة السيد مقتدى الصدر على أنه الفساد والمفسدين. طيب نريد نعرف من الفاسدين، من اللي أربكوا المشهد العراقي، من اللي خلى الوضع العراقي من سيء إلى أسوأ. كل اللي موجود اليوم مشتركين في العملية السياسية. طيب من غير الممكن أن أحاسب الإطار دون الأطراف الأخرى. هسا إحنا ذا نجي تحالف السيادة كلهم كانوا مشتركين في الحكومات السابقة. الأخوة في إقليم كردستان من 2003 ولحد الآن مشتركين في العملية السياسية. طيب أنت الفساد فقط الطالب الفساد والمفسدين فقط في الإطار، عليك أن تخاطب الكل. بالنتيجة عدم وضوح الرؤية، رؤية الأخوة في التيار الصدري أعتقد هي اللي أربكت المشهد. المؤتمر الذي عقد أمس كانت مخرجاته مخرجات يعني ما كانت حقيقة يعني تفضي إلى حل، باعتبار هي واضح هنالك خلاف فيما بين الإطار والتيار. طالما لم يحضر التيار إذن أصبح المؤتمر حقيقة يعني فاقد لأحد أركان نجاحه، لكن ما يحسب للمؤتمر هو كان مؤتمر دولي، مؤتمر حضر فيه كل قادة العراق، وبالتالي أعتقد أعطت أرجحية للإطار على الأطراف الأخرى. طيب أستاذ إبراهيم، أيضا نتحدث إلى نعود إلى موضوعة التظاهرات، يعني لا زال زخم التظاهرات والاعتصامات يتصاعد شيئا فشيئا، رغم أن أبواب الحوار بدت يعني كثيرة ومبادرات كثيرة. هسه ما الذي أنتجته هذا بحث نبحث في الملف الثاني، ولكن نشوف أنه استمرار المعتصمين في احتجاجاتهم، يعني غدا
الجمعة من المتوقع أن يصل شيوخ عشائر من الموصل من غيرها من هذه المحافظات، يعني إدامة زخم الاعتصامات إلى ما يفضي حسب وجهة نظرك؟ يعني هو القلق الكبير في الشارع العراقي أنا أعتقد، وهذا طبعا أنه مجلسات الكتل السياسية وعلى أبرزها الإطار أنه يعتقد أو أنه يتوقع أن تكون هناك عملية البقاء على حالة تعطيل مجلس النواب المؤسسة الدستورية، هو يعتبر خرق دستوري ويعتبر أيضا إرهاب سياسي، وبالتالي أنه لا يمكن تعطيل الدستور ولا يمكن تعطيل العملية السياسية ولا يمكن تعطيل مجلس النواب العراقي وإيقاف جلساته على خلفية اختيار السيد أو موافقة الإطار على ترشيح السيد محمد الشياع السوداني لرئاسة الوزراء. لكن هذا هو يعني عملية الطلبات أو ما يريده التيار الصدري قد تحل دستوريا. أولا أنه تعرف حضرتك أستاذ أحمد أن مادة 64 من الدستور العراقي واضحة أنه حل مجلس النواب ليس لا بيد القضاء العراقي ولا بيد الشارع، وإنما يحل وفق الآلية التي رسمها الدستور العراقي، مادة 64 فقرتين الأولى وثانيا اللي هو طلب من ثلث الأعضاء البالغ منهم 110 نائب، وأيضا المادة الثانية هي موافقة رئيس الوزراء طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، ثم يرجع الموضوع لمن؟ إلى مجلس النواب. يعني في الكلتين في كلا الحالتين أنه حل مجلس النواب يتم عبر مجلس النواب، لا مجلس القضاء الأعلى ولا التظاهر ولا أي قوة بالعالم ممكن أن تحل مجلس النواب. هذا دستور عراقي ما ممكن اليوم. طيب إحنا إذا ذهبنا إلى تعديل الدستور، هسه تعديل الدستور شلون يتم؟ يعني بالشارع؟ لا طبعا، أكو قنوات دستورية، أكو هناك لجنة في مجلس النواب اسمها لجنة التعديلات الدستورية. الأخوة الصدريين إذا كانوا يرغبون بتعديل الدستور، يعني خب هذا مطلب لكل الكتل السياسية، مطلب بالشارع العراقي يريد أن يغير الدستور يعدل الدستور، ولكن وفق الأبواب الدستورية وفق رؤية تقدم وتقدم إلى مجلس النواب عبر الآلية الدستورية ويتم التصويت عليها، ثم يذهب إلى استفتاء شعبي. لاحظ ذلك، هذه هي كل الطرق والأساليب القانونية. لا يحل لا يغير الدستور إلا من خلال هذه الأبواب. وبالتالي أعتقد الدعوات إلى تغيير الدستور دعوات لن تلاقي تجاوب، لأنها مخالفة الدستور، مخالفة القوانين العراقية. اليوم حتى تغير الدستور كثير من الناس، الدستور الأمريكي 12 مرة تغير، دساتير العالم كثير تغيرت، أكو تطور بالحياة، أكو هناك أخطاء تكتشف، هناك ثغرات بالدستور تغير هذه الدساتير. لذلك أنا أعتقد هذه مو مشكلة ولا حدث استثنائي، لا أصلا هذا بمعنى أنه التغيير هو للأفضل وليس لتقليل الصلاحيات او تقليل نفوذ فلان او فلان. لا تبنى تعديلات دستوريه على 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 العاطفه، بل هي لخدمه المجتمع بصوره عامه، وهو الدستور شو؟ وثيقه بين الحاكم والمحكوم، وثيقه بين الشعب، لان اول تالي يرجع التعديلات الدستوريه ترجع الى الشعب، هو الذي يصوت بلا او بنعم. طيب ليش احنا دائما نلجا الى الجمهور؟ يعني لما يكون الجمهور هو اختار نواب او اختار ممثلي، نحتاج الجمهور انه يضغط على مجلس النواب لتشكيل الحكومه، نحتاج الجمهور انه يضغط على القضاء حتى يقول قولته بالانتخابات المزوره ومن ثم ينصاع لقرارات القضاء، نحتاج الجمهور في كل ازمه، بالتالي ما الجدوى من العمليه السياسيه اذا كان الجمهور متحكم في كل هذه المفاصل؟ هذا جمهور عدا الجمهور الذي يطالب بحل برلمان، الغاء الانتخابات او انتخابات مبكره، فكل هذه ترجع الى جزئيه الجمهور. متى نرى ان دوله المؤسسات يؤدي المواطن ما عليه وياخذ حقوقه؟ طبعا يحتاج لنا كثير. حقيقه الامر العراق حديث النشب، يعني احنا ما كانت عندنا ديمقراطيه، ولذلك نشاهد احنا اي حزب او اي كيان سياسي ما مخرجات الديمقراطيه اذا ما تعجبه يظهر بجمهوره. لكن هنالك اختلاف فيما بين الجمهورين. جمهور الاطار التنسيقي عندما اعتقد بان هنالك تزييف لنتائج الانتخابات، هنالك حقيقه اراده يعني رتبت الوضع الحالي على ان يعني بالارقام حقيقه، خرج الجمهور على ان هنالك غبن. بالنتيجه من بعد اعلان المحكمه الاتحاديه ومصادقتها على نتائج الانتخابات، احنا شاهدنا جمهور الاطار انسحب ومشت الامور.
بالتالي سارت الأمور بسلاسة، يعني الإطار التنسيقي سار بالعملية الديمقراطية وسار حسب الدستور، سار بطريقة أخرى مختلفة عن رؤية الأخوة في التيار الصدري، على أنه طالما أنتم سرتوا بهذا الاتجاه إذن إحنا الدستور يتيح لنا على أن نكون الثلث المعطل. وشاهدنا هنالك محاولات لتشكيل حكومة في فترة ما، لكن بقى الثلث المعطل. انسحاب الأخوة في التيار الصدري يعني هذا حول المسار من العمل السياسي إلى استخدام الشارع من أجل تغيير المعادلة السياسية، وأعتقد هذا هو اللي أدخلنا في نفق مظلم. اليوم حقيقة إحنا إذا أردنا أن نوفر الحياة المستقرة حقيقة علينا، هسه إحنا بصراحة اليوم الإطار لديه رؤية والأخوة في التيار الصدري لديهم رؤية. كل الفترات السابقة كانت تتم بالتوافق فيما بين إحنا كمكون شيعي. اللي حدث حقيقة هنالك يمكن قبل كم يوم طرح هذا الموضوع السيد أسامة نجيفي في أحد لقاءاته. في فترة من الفترات كان كل حكومة إحنا كمكون شيعي نتفق فيما بيننا على شخص رئيس الوزراء كمكون شيعي، ثم نتوجه إلى الآخرين اتفقوا على رئيس مجلس النواب، ومن ثم اتفقوا على رئاسة الجمهورية. هذه العملية كانت حقيقة تتم بسهولة، وما يعني بالنتيجة أنت الخلاف اللي بينك وبين مكونك أنت تقدر تتحله وبالنتيجة تخرج بشخصية معينة. اللي حدث الآن الحزب الديمقراطي مع طرف من السيادة اتفقوا على تشكيل حكومة، ولو يعني ما نريد احنا نسميها هذا اختلاف سلبي، قد يكون ايجابي. احنا ما عدنا احنا ما عدنا نفس قبل السنة وحدهم والشيعة وحدهم والكل وحدهم، صار تقسيم عمودي. لكن الهدف من هذا المشروع حقيقة هو من الهدف منه اقصاء. هنالك توجه اصبح بصورة عامة على أن الخلل وسبب الفساد وكل نتخلى برأس الإطار، على أن الإطار هو سبب الفشل وسبب الفساد. أعتقد هذا الأمر هو المرفوض. اليوم إحنا نعيش في حالة أزمة ثقة، على الإطار أن يمد إيده حقيقة إلى بقية المكونات وحتى الأخوة في التيار الصدري، نشوف شنو نقاط الخلاف، شنو النقطة الجوهرية اللي يختلفون معنا فيها ونحاول نحلها. مسألة ليل أذرع ما أعتقد اليوم التيار الصدري عنده جمهور، الإطار التنسيقي عنده جمهور، كل المكونات وكل الكتل عندها جمهور، وبالتالي أعتقد اللي يدفع ثمن هذا الحالة السيئة حقيقة المواطن العراقي. اليوم الوضع الاقتصادي سيء، هنالك حجم فساد كبير، يعني احنا لما شاهدنا استقالة وزير المالية حقيقة مرعبة. يعني لما نتكلم بحقائق زين، انت يعني رئيس وزراء بكوريا عين بنت بوزارة الخارجية، ثانيا وسائل الإعلام رأسا تناولت هذا الموضوع، رئيس وزراء قدم استقالته من حكومة بكوريا. طيب احنا حجم فساد يعني لا يطاق اليوم اللي يعيش المواطن. احنا اليوم كل مفردة اليوم من مفردات حياتنا احنا ندفع لها ضريبة نتيجة الفساد. يعني هي ذا قيمتها من خلينا نقول ألف، انت تدفع ألفين فوقها، هذا فساد للآخرين، وبالنتيجة احنا من سيء الى اسوأ. البارحة حقيقة ما يعني تفاجأنا، العراق بايع، البنك المركزي بايع 290 مليون دولار، وهاي سابقة اول مرة البنك المركزي يبيع 290 مليون دولار. وين راحت هاي 290؟ هذا كله من رصيد العراق. بالنتيجة هذا الخلاف السياسي مع الاسف ما حد انتبه لهذا الموضوع، ما حد قادر يفتح اي ملف. تعال يابا، تعال محافظ البنك المركزي، وزير الماليه، شنو سبب هذا الفساد؟ بالنتيجه احنا اليوم هذا التلكؤ السياسي حقيقه اثر على المواطن، والوضع اليوم نشاهده حقيقه من سيء الى اسوء، ووصلت الناس الى مرحله ان تفقد ثقتها بالعمليه السياسيه ككل. وهذا اعتقد هو اللي يريد الاخرين، على انه احنا نحاول نخلي حاله الياس عند المواطن العراقي حتى يكره العملية السياسية بمخرجاتها باللي فيها. ما أتمناه هو حقيقة أن يسعى الإطار التنسيقي مع الأطراف الأخرى على الأقل يمد يد يعني شيء من الثقة والسير باتجاه تشكيل حكومة. هسه اليوم الأخوة في التيار الصدري لديهم وجهة نظر، اليوم عندهم أكثر نقطة أساسية هو تعديل بعض فقرات في الدستور، وأن تكون الحكومة القادمة إذا ما حلت المحكمة الاتحادية أن تكون حكومة مؤقتة مهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات. علينا أن نعطيهم تطمينات
هسه شلون يكون الضمانات؟ شنو الضمانات؟ ما اعتقد اليوم نناقش في ملف نعم. الاخر، ولكن قبل ان ننتقل الى الملف الاخر استاذ ابراهيم نتحدث ويتحدث الاستاذ نسيم عبد الله عن ايضا ورقه ضغط الشارع لما تكون على تشكيل حكومه وتشكيل برلمان او تكون على انتخابات مبكره وتغيير الدستور، ايضا قضيه الفساد اللي المح لها الاستاذ نسيم، ايضا الجمهور يظهر ويخرج الى الشارع حتى يشير الى هذا الملف الفساد حتى لا يعبر بظل غياب المؤسسات الدوله، عدم اكتمال استحقاقات، بالتالي المواطن هم لازم يكون رقيب، هم لازم يكون هو عنده بوصلة الأحداث هو اللي يتحكم بيها. إيش وقت راح تكون عندنا مؤسسات اللي هي لما تكون أكو استقالة للوزير تأخذ على عاتقها التحقيق، التدقيق في بعض الأمور، مساءلة الوزير، عدم قبول استقالته لحين التأكد مما صرح به؟ يعني شو وقت راح نلقى هكذا مؤسسات؟ لو هم نلوم المواطن يقول له أنت ما حكيت. لا، هي مو قضية اللوم المواطن، ولكن الخلافات السياسية الآن تدفع بهذا الاتجاه. يعني تعرف حضرتك منذ تظاهرات تشرين و 2019 الوضع السياسي للأسف الشديد نحو الانحدار. اليوم يعني أحكي لك قضية أنه عملية فساد بوابة عشتار، من وقفها؟ وقفها الشارع العراقي، أوقفتها صفحات الفيسبوك، هي التي تكلمت بذلك وهي التي فضحت هذه وعلى أثرها استقال الوزير، قدم استقالته رغم أنه هو أحد ركائز الفساد في الوزارة في حكومة الكاظم. لذلك أنا أعتقد أن أحيانا صفحات التواصل الاجتماعي وما ينشر أقوى، والضغط الشعبي والضغط السوشيال ميديا أقوى حتى من قبل مجلس النواب أو من قبل الجهات المختصة. اليوم الفساد هو ما يحارب فقط من ظل وفق الآليات الموجودة، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لا، يعني أنا أعتقد المواطن هو له دور كبير، ولكن عندما يتم محاولة مصادرة عقل المواطن، شلون نصادر عقله؟ تخليه هو يفكر بقضية أخرى، قضية غير اللي هو الآن التفكير، كل تفكير الفساد الفساد، ولكن عندما تسأل من الفاسد ما حد جابك، ما حد جابك من الفاسد. عندما نتكلم عن الفساد والفساد ودمر دمر، ولكن عندما نطلب إجابة للفساد، قوام الفساد، ماكو إجابات، مجرد حشو كلام لإدارة عقول الناس ودفعهم باتجاه قضية وحرفهم عن قضية أخرى. لاحظ ذلك الآن، هذه قضية الربط الكهرباء مع العراق والسعودية، صار الربط لكن تحسنت وضع الكهرباء؟ ما تحسنت وضع العراق الآن، يدفع مليارات دولار إلى شركة الكتريك الأمريكية، تحسنت وضع الكهرباء؟ ما تحسنت وضع الكهرباء. طيب وين الخلل؟ خلل وين الخلل؟ وزارة الكهرباء، بالحكومة، بلاعب خارجي يسيطر على 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 العملية، ملف الكهرباء ويحوله إلى ملف سياسي؟ هذه إجابات مفقودة. يعني الآن التواصل مع الدولة، مع الحكومة، مع مجلس النواب مقطوع للأسف الشديد. لذلك استخدموا إنه الشارع، استخدموا إنه عملية تجيش الشارع باتجاه شعارات معينة ودفعها بهذا الاتجاه حتى يكون هو يقتنع بهذه الفكرة. هي عملية تغيير قناعة، وإلا الجميع مقتنع بأن هذه حكومة فاسدة وأنها لم تقدم شيء للعراق وأنها جاءت لمهمة واحدة. طيب الآن السؤال، يعني عندما يطلب أن تكون حكومة انتقالية لمدة سنة، بس هو مطالب الجمهور أنه حكومة الخدمة الوطنية، شو راح يكون أكو استجابة لهذه المطالب؟ يعني استاذ احمد، يعني انت ليش تطلب حكومه لمده سنه واحده؟ ليش يعني؟ ليش مو 4 سنوات؟ شنو المانع؟ شنو الضير من ذلك؟ انا اليوم اريد حكومه قانونيه وشرعيه تولد من داخل قبه البرلمان، عمرها 4 سنوات، عنده برنامج حكومي جاهز وبرنامج خدمي، انا ليش اطلب سنه واقول له انت فقط عندك الاشراف على الانتخابات وتقدم موازنه؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ انا خربطت الحكومه، انا خربطت الدوله. أنا اليوم خربطت الدولة، لأنه أنا راح أخلي، لا راح أخليه يقدم خدمات، لا راح أخليه يحارب الفساد، لا راح أخليه يقضي على البطالة، لا أخليه يقضي على أزمة الفساد، لا على أزمة السكن، بنى التحتية عطلها، لأنه أنت الحكومة الحين الحين شنو جبنا؟ جبنا الكاظمي، قلنا له أنت مهمتك فقط، شنو مهمتك يابا؟ الإشراف على الانتخابات وتقديم موازنة، لا قدم موازنة، والآن مخرجات الانتخابات احنا نعاني منها من 2021، طيب. ولا زالت المشكلة قائمة. طيب خدمات، وين الخدمات؟ هذا الجمهور اليوم يدور خدمات، يدور بنى تحتيه، يدور تعيينات، كلها معطله، كلها معطله. اصلا هذا الطلب يتنافى مع الدستور العراقي. انت من باب تخدم الجمهور ومن باب تقول للحكومه، تقول له خلاص انت عندك 3 مهمات
واحد اثنين ثلاثة زين يا بمستشفيات من يبنيها؟ من يبني مستشفيات؟ عندنا أكثر من 200 مشروع توقف، من يكملها؟ من يكمل هاي المستشفيات؟ عندنا مشاريع متوقفة، عندنا مدارس متوقفة اليوم، عندنا العراق محتاج 200 مدرسة، من يبنيها هاي؟ من يبنيها؟ أنا شو أسوي بالانتخابات إذا نتائجها مشكلة أزمة ونفس الانتخابات أزمة وفتحت الباب للتدخل الخارجي. إذن نحن بحاجة أيضا إلى العودة إلى طاولة الحوار وجمع كل وهذا ما قلنا وهذا ما نناقشه في الملف الآخر. تفضل بقى معي أستاذ إبراهيم والأستاذ نسيم كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. توصيات تمخضت عن اجتماع القصر الحكومي بين قادة الكتل السياسية للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد. حياكم الله. برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال وحضور ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت، انعقد اجتماع الأمس وكان الهدف منه توجيه الأنظار إلى أكبر الأزمات اللي أوهنت العملية السياسية، ألا وهي الخلافات وترددت دعوات تغليب المصالح الشعبية. أما إعادة الانتخابات فلم تلقى ترحيبا من قبل المجتمعين بحسب ما تم تداوله حول الاجتماع. إذن مشاهدينا الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. على طاولة واحدة اجتمع قادة الكتل السياسية في بغداد داخل القصر الحكومي، فاتجهت غالبية القوى السياسية التي تتصدى لمسؤوليات الخروج من الأزمات التي أغرقت البلاد بين تلاطم أمواجها إلى الحوار. فقد عادت بوادر التوافق مع الإطار الشيعي من قبل المكونين السني والكردي على خلاص البلد من الأوضاع الراهنة والخروج بعدة توصيات حرصا على العمليات السياسية. فقد اجتمعت الأقطاب تحت سقف التقارب بينهم تمخضت عنه جملة من القرارات، أولها ضرورة العبور من الأزمات عن طريق الحوار الجاد والاحتكام إلى الدستور في كل التحركات بما فيها حماية الممتلكات الحكومية. وكذلك دعا المجتمعون إلى إيقاف التصعيد بكل أشكاله منها الميداني والإعلامي والسياسي. ومن ضمن ما خرج به المجتمعون هو دعوة السيد الصادر إلى الحوار والتفاهم لئلا يستمر الانشقاق داخل البيت السياسي بعدما أعلن مقاطعته للاجتماع، إذ لم تفض محاولات الوساطة ودعوات الحوار إلى نتيجة مع تمسك التيار الصدري بإعادة الانتخابات وقبول الإطار الشيعي بذلك وفق شروط معينة وضعها الإطار. فهذا الاجتماع حظى بإشادة المراقبين للأحداث السياسية واصفين ذلك بالضرورة القصوى للوقوف على أسباب انبثاق الأزمات وكيفية معالجتها ووجوب الاستمرار بالحوارات حتى الوصول إلى بر الأمان للعملية السياسية وإنهاء الفتن بين أبناء الشعب الواحد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيفي الكريمين أستاذ نسيم عبد الله وأستاذ إبراهيم السراج. أستاذ نسيم، أبدأ من حضرتك، يعني اجتماع يوم أمس اللي كان بدعوة من السيد الكاظمي، برأيك هل من الممكن أن يكون منطلق جديد للحوار بالتالي الوقت أدرك العملية السياسية؟ هل نستطيع مسك الوقت والتمسك بخيوط الحوار كي نصل إلى اتفاق؟ يعني هاي حقيقة مو أول مبادرة، كانت قبل فترة مبادرة سيد مسعود برزاني قبل أعتقد فترة، من بعدها كانت مبادرة السيد الكاظمي، هذه المبادرة يمكن الثالثة. وبالنتيجة ما أعتقد اليوم المبادرات قادرة تحل يعني أصل الأزمة اليوم. يعني حتى البارحة الاجتماع يمكن قلت لك قبل قليل، ما يميز هذا الاجتماع هو كان اجتماع دولي، كان اجتماع حقيقة يحسب،
لكل الأطراف. الأخوة في التيار الصدري أخذوا طريق آخر، لكن أحد مطالبات المجتمعين بالأمس كان هو وقف التصعيد، لكن اليوم المقربين من سماحة السيد مقتدى الصدر يعني كانت تغريدتهم بصراحة يعني ما تنسجم مع أحد النقاط اللي على أنها كان أحد أهدافهم هو وقف التصعيد الإعلامي. بالنتيجة ما أعتقد اليوم مسألة أن تحل الأمور بهكذا. اليوم رؤية التيار الصدري هي مختلفة عن رؤية الإطار. يعني اليوم من خلال متابعتنا لتغريدات المقربين من السيد مقتدى الصدر حقيقة إطلاقا ما عندهم رغبة بالحوار مع الإطار، باستثناء نقطة واحدة اللي هي تعتبر نقطة إيجابية اللي هي رؤيتهم للحاج هذا العامري. فأعتقد اليوم الحل يكمن في أن يتوجه الحاج هذا العامري، وأعتقد يمكن قبل قليل يمكن سمعنا هواي حقيقة تسريبات تظهر وما نعرف منه الصح ومن الخطأ. الآن متوقع بأن تكون زيارة للحاج هذا العامري إلى سماحة السيد مقتدى الصدر، قد تكون بكرة أو بعد بكرة. أعتقد اليوم أن تتبلور نقاط ومطالب حقيقية للتيار الصدري هذا أعتقد هو بداية الحل. مسألة أن يكون هنالك توجيه عام بالفساد على طرف سياسة معينة أعتقد هذا الأمر غير صحيح ومرفوض. الأخوة في الإطار لحد الآن متماسكين، ونعتقد بأن الحاج هذا العامري هو الشخص الوحيد والقادر والذي يحظى بالثقة من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر على أن ضرورة أن تتبلور مطالب حقيقية للأخوة في التيار الصدري. إذا قدرنا حقيقة نخرج بهذه المطالب قد تعطي الإطار التنسيقي قدرة على التعامل مع هذه المطالب، وقد تحرج الإطار حقيقة. اليوم الأخوة في التيار الصدري انسحبوا من العملية السياسية ككل، وهم بحاجة إلى تطمينات للمرحلة القادمة. اليوم رؤية التيار الصدري على أنه لن نسمح بمرشح من الإطار يتولى رئاسة الوزراء، وكذلك الإطار التنسيقي لا يتقبل شخصية من التيار الصدري. نعتقد أزمة الثقة اليوم إذا قدرنا على الأقل نمد نوع من جسور الثقة فيما بين الإطار والتيار أعتقد هو السبيل الوحيد اللي يخلينا نتجاوز هذه الأزمة. طيب أستاذ إبراهيم، يعني مخرجات اجتماع يوم أمس كيف تنظر إلى حضرتك؟ هل ستكون متجسدة بورقة عمل تقبل بها الأطراف السياسية تجمع الفرقاء السياسيين، أم سيكون مصيرها التجاهل من قبل طرف معين؟ بالتالي ما الجدوى من هكذا حوار؟ يعني أعتقد أهمية الجلسة هي الإجماع الوطني. أنا أعتقد هذا الإجماع الآن يهدف أو كان يدعو إلى الحوار، أهمية الحوار الوطني. اثنين، أنه هذا الحضور أو المؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية، وهذا ما أعطاه تميز كبير جدا، وهذا يعني أن الأطراف التي سترفض ستكون قد تكون في وضع حرج جدا. أيضا ما أكدت عليه الحوار على مخرجات الحوار، مخرجات المؤتمر، هو ضرورة دعوة التيار الصدري للانخراط بالحوار الوطني. وهذه الدعوة أنا أعتقد إن هي فرصة كبيرة جدا للصدريين، وفرصة كبيرة للكتل السياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أما نذهب إلى الفوضى أو نذهب إلى بر الأمان. وطبعاً المتضرر هم الجميع، لا توجد جهة غير متضررة لا سمح الله. أنا أعتقد الجلسة ولو أنها جاءت متأخرة نوعاً ما برعاية حكومية، برعاية حكومة الكاظمي، وحضور كل الأطراف السنية والشيعية والكردية، وأنا أعتقد أعطت إحساس كبير جداً، وأعطت أيضاً أمل كبير جداً، لأن هناك قلق شعبي كبير جدا من أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا القلق أنا أعتقد هو نتيجة التصعيد الكبير سواء سياسيا وإعلاميا، وحتى عملية الرفض للحوارات هو يعتبر تصعيد. طيب. لذلك أنا أعتقد هذا الإجماع قد جمع الجميع، تكمن أهمية الجلسة في أنه جمع الكتل السياسية واتفقوا على عنوان واحد هو الحوار الوطني. طيب. لا خلاص ولا حل المشكلة أو الأزمة إلا من خلال الحوار. أكو أهمية أخرى أيضا برزت، وهو خروج المجتمعون بلجنة لغرض التواصل مع تيار الصدري بل مع سيد مقتدى الصدر. يعني إذا كان هنالك خطوط لهذا التواصل، هل من الممكن أن تنجح هذه اللجنة في التوصل إلى مقتربات وبالتالي لربما تهدئ من جهة ووصول إلى بعض تنفيذ خارطة الطريق على
على تعبير أصح. أستاذ أحمد، لحد الآن حقيقة الأمر ما في مطالب حقيقية من قبل الأخوة في التيار الصدري. اليوم كل الخطابات اللي تصدر من المقربين من سماحة السيد مقتدى الصدر على أن يجب لسنا يعني ما عندنا رغبة في الحوار مع الفاسدين. طيب هم من الفاسدين؟ هل هو كل الإطار؟ لو يعني ما نعرف مثلا الفاسدين فقط من المكون الشيعي لو من الإجماع العراقي. فيعني هنالك حقيقة مطالبات يعني ما مفهومة لحد الآن. مسألة أن تتشكل لجنة من الإطار التنسيقي أو خلينا نقول من بقية المكونات، اليوم عندما تتبلور رؤية الأخوة في التيار الصدر وأن تكون لهم مطالب حقيقية وبالإمكان أن تتحقق، ما أعتقد الإطار التنسيقي راح يتأخر بتلبيتها. اليوم أهم نقاط أساسية يرغب فيها التيار، اليوم ما أعرف يعني مسألة الرجوع إلى عضوية مجلس النواب، أعتقد ما أعتقد حتى الأخوة في التيار الصدر لديهم رغبة. مسألة أن تجرى انتخابات الآن، أن يحل البرلمان وأن تجرى انتخابات، هذا أعتقد يعني غير وارد أصلا. قبل قليل تفضل أستاذ إبراهيم، هناك عقبات دستورية. بالنتيجة المتوقع هو أن تتشكل حكومة، وأن تتشكل حكومة لفترة محددة، وبالتالي بالإمكان نقدر نحقق مطالب الأخوة في التيار الصدر على أن يحل البرلمان. غير هذا الخيار ما أعتقد اليوم لا الإطار التنسيق ولا بقية المكونات قادرة على أن تحل البرلمان. اليوم حقيقة الأمر قد يمكن بعد تغريدة السيد الصدر على أنه هنالك مطالبة بحل البرلمان، إحنا شاهدنا كل الكتل السياسية أعلنت موقفها على أنها مع توجه السيد الصدر، لكن حقيقة الأمر لا، ماكو كتل لحد الآن الكتل السياسية عندها خطاب في الإعلام شيء وحقيقة الأمر شيء آخر. بالتالي إحنا بحاجة إلى إجماع وطني، وأعتقد المؤتمر اللي عقد يوم أمس أعتقد كان هنالك نوع من الإجماع الوطني على أننا نتفق على رؤية للمرحلة القادمة. هذه الرؤية حقيقة هي القادرة على حل الأزمة. اليوم أن يتوحد الإطار مع بقية المكونات أعتقد هذا بداية يعني نهاية الحل للمرحلة القادمة. إذا توحدت اليوم كل الكتل السياسية رؤية الأخوة في التيار الصدري، يمكن بالإمكان نقدر الإطار يقدر يحلها مع بالاتفاق مع الأخوة في بقية المكونات. ما أعتقد اليوم الأخوة في إقليم كردستان أو تحالف السيادة اليوم رافضين قضية الانتخابات بعد سنة أو سنة ونص. هذا التحالف أو هذه اللجنة التي سوف تشكل برئاسة الحاج هادي العامري، في حال عقدت اجتماع مع سماحة السيد الصدر، أعتقد راح تكون هي بداية الحل. ونعتقد المرحلة القادمة سوف تكون هنالك تهدئة. صحيح قبل فترة كان هنالك تصعيد، لكن المرحلة القادمة إن شاء الله سوف تكون حالة من التهدئة باعتبار أن الأزمة حقيقة يجب أن تحل. طيب إذا كانت هنالك تهدئة في مقبل الأيام أستاذ إبراهيم، يعني وحسب قراءتك المشهد، هل الخلاص من الأزمات اللي من المفترض وحسب مراقبين بأنه تستغرق وقت طويل، هذه التهدئة والجلوس إلى طاولة حوار والقبول بدعوات الحوار، هل راح تختصر لنا الوقت؟ يعني بالتأكيد، يعني أولا الكتل السياسية كل الخيرين يريدون تصفير المشكلة، وهذا طبعا أنه يصب في صالح العملية السياسية. يعني اليوم ربما أنه هذه الأزمة قد تكون أحدى فوائدها أنها قد تكون ضغطت باتجاه إجراء تعديلات بالدستور. الآن الصدريين يريدون تعديلات بالدستور، وهذه هي إيجابية، ولكن عندما يبدأ الحوار مع الأخوة الصدريين حوار شفاف بدون إملاءات بدون شروط، أنا أعتقد ممكن أن تصفى إلى لجنة تعديلات دستورية. هذا خفض مطلب كل العراقيين، كل الكتل السياسية تريد تعديلات، لأن تعتقد أن الدستور الآن يحوي من الألغام ما يحويه ويحوي من المعوقات ما يحويه. وبالتالي أنا أعتقد باتجاه ذلك قد تكون هذه إيجابية كبيرة جدا تحسب لمن طالب بها أولا ولمن دعمها وما شابه ذلك. ولكن على مدى البعيد أن مجرد تفكيك هذه الأزمة أعتقد هو حماية أو حفاظ على السلم الأهلي. لا تنسى سادة أحمد مثل ما تكلمنا في بداية البرنامج أنه هناك قلق كبير لدى الناس، هذا القلق على خلفية التصعيد الإعلامي والسياسي والتصريحات والتغريدات، وهذا القلق هذا باعث، يعني أنا أعتقد يجعل الجميع في تخوف. لذلك أنا أعتقد أنه إذا صفرت هذه الأزمة قد تكون بداية لتفاهمات كبيرة من أجل إصلاح العملية، إصلاح حقيقي
إصلاح مبني على رؤية ومبني على خطة استراتيجية خطوة خطوة، وليس بطريقة لو الذراع. لا، هذا الإصلاح يجب أن يتم وفق دراسة ووفق خطة استراتيجية توضع ووفق سقف زمني، مع أيضا الالتزام بالدستور والالتزام بالقوانين. يعني هذا الإصلاح لا يأتي إلا من خلال الالتزام بالدستور والالتزام بالقوانين. طيب أستاذ نسيم، يعني لما يتم في هذا الاجتماع مناقشة بعض مطالب التيار الصدري في جزئية إعادة الانتخابات، يعني شلون يشوف المجتمعون أنه هل هنالك إمكانية لإعادة الانتخابات، السير في حكومة تصريف الأعمال، اختيار حكومة أخرى؟ وأشار السيد الضيف في إجابة سابقة عن أن الحكومة عندما تكون لسنة وأيضا للانتخابات، ما حكومة تصريف الأعمال هي خير مثال، أيضا كانت مهامها إكمال مستلزمات ومتطلبات الانتخابات ولكن لم تفضي إلى شيء. إحنا اليوم في وضع شائك حقيقة. أولا حكومة السيد الكاظمي لا يمكن لها أن يعني أن تكون قائمة على انتخابات. طيب إحنا قبل 10 أشهر إحنا كانت عندنا انتخابات. اليوم شنو القصد من الانتخابات وشنو اللي يتغير بالمعادلة؟ يعني إحنا قبل فترة قليلة كانت عندنا انتخابات، وبعد فلنفترض بعد 6 أشهر راح تكون عندنا انتخابات، شنو اللي يتغير بالمعادلة؟ أكو فد شيء يعني صار بالموضوع؟ فما أعتقد اليوم الأمور تصير بهذا الاتجاه. اليوم إذا حقيقة إذا دخلنا بهذا الطريق ما أعتقد الأمور تصير باتجاه المواطن حقيقة. الحل هو أن تكون هنالك آليات دستورية للانتقال لمرحلة الانتخابات بأسرع وقت ممكن. الحل هو أن تتشكل حكومة، وحكومة بالاتفاق فيما بين الإطار والتيار، أعتقد هنالك شخصيات يمكن الاتفاق عليها، وأعتقد يمكن أكو أسماء مطروحة على رئاسة الوزراء المرحلة القادمة. مهمة الحكومة القادمة هو أن تجري الانتخابات، أن تحل البرلمان وأن تجري الانتخابات. هذا أعتقد هو الحل الوحيد. العراق مو أول بلد يعني يتم إجراء انتخابات بعد فترة، لكن علينا من نختار إجراء الانتخابات علينا أن نختار الطرق الدستورية الصحيحة، مو بالطريقة الحالية اللي هو نحل البرلمان وحكومة السيد الكاظم هي اللي تتولى إعادة الانتخابات. أعتقد هذا الأمر مرفوض، يعني من الإطار رفض بالمطلق. الحل الوحيد هو الآليات الدستورية هي الكفيلة اللي تخرجنا من الأزمة الحالية. ولا نزال كإعلام في موضع المراقب إلى ما تؤول إليه مقبل الأيام من مخرجات لهذا الحوار أو لا سمح الله تشنجات السياسي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل أثرية الحوار في الملفين، وأشكر كثير لحضرتك أستاذ إبراهيم السراج المحلل السياسي ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.